إنه إن لم يكن شهر رمضان المبارك نقطة فاصلة للأمة بين ماض جريح وحاضر كيس قوي فطن، فما هو إلا الجوع والعطش ولا تساعة اغتنام. إنه شهر تنقية النفس من عوالق الحياة وزخرفها، يذكر بالجوع والعطش ويلجم المرء عن الترف والعب من الشهوات كملهيم. إنه شهر المحاسبة والجد مع الذات. إنه شهر ذم النفس عن كل حظ بغيض وخلق دنيء. إنه شهر اغتيال المعاصي. إنه شهر اغتيال المعاصي وإذكاء الممانعة أمام الشيطان وما يجلبه على الأمة بخيله ورجله، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.